أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الكروشيلو. بدنا نتعلم نعمل مثل هدول المربعات المتداخلة، وبدنا نشتغلهم بالغرزة التونسية لحتى يطلعوا أحلى وأحلى. ممكن تعملوهم بالغرزة العادية، وهذا الخلف تبع الشغل. ممكن تختاروا أي لون، في عدة طرق لهاي الشغل. رح نختار هلأ طريقة، ويا ريت في الفيديوهات السابقة اللي عملت لكم اياهم تبع الشغل من الزاوية للزاوية كمان ممكن تستفيدوا بهي بالغرزة التونسية فيهم، اللي كنا اول شيء نشتغل مربع، بعدين نعمل هون مربع، وبعدين هون، ونرجع نعمل 3 مربعات، بعدين مربعين ومربع، بصير عنا قطعة فيها كاريات ملونة. انتو طبعا بتختاروا الالوان، او فيكم تعملوا لون واحد. البداية من سلسلة طويلة، قد ما بتكون فيكن تطولوها، وقد ما بتكون فيكن تعملوا الشغل كبير أو صغير، كمان حسب الخيط اللي عندكم. ممكن تعملوها رقيقة، ممكن تعملوها سميكة. إذا بطانية لازم تكون سميكة. إذا كنت تعملوا منها هالنقشة ملابس، يعني تستعملوا الخيط المتوسط أو الرفيع. رح اعمل انا هلا سلسلة طويلة ونبدأ مع بعض. هلا ممكن نحن نعمل مربعات صغار او كبار على حسب نحن شو القطعة اللي بدنا نشتغلها. نترك اول غرزة، ندخل باللي بعد، 1 2 3 4 5. هلا انا عملت 5، رح اعمل كمان 1 6 حتى يطلع شوي المربع كبير. وهلأ بنبدأ ننزل الغراز من السنارة، غرزتين غرزتين. وهلأ بدنا نشتغل على عدد هدول الغراز لنرتفع نفس العدد. هلأ بنشوف كيف الطريقة. هلا 3 و2 5، رقم 6 بناخدها من السلسلة. ممكن هون اذا بدكم تعملوا المربع هذا كبير، ممكن تعملوا 10 20، انتو على حسب ما بتحبوا. هلا هون كله تكرار للشغل، رح كمل وارجع لكم. هلا ارتفعت انا هون 6 اسطر، 1 2 3 4 5 6. هلا الدور اللي بدنا ننهي فيه الشغل نعملون غرز منزلقة، مندخل بالهي الغرزة بهالطريقة. هلا بنبدا كمان بنرجع بنعمل مربع مثل هاد، ندخل ناخذ غرزة 3 4 5، وهي رقم 6، وبنبدا ننزل كل غرزتين من السنارة. كمان بنعيد هون نفس الخطوات تبع الشغل. هون ما بدنا نشتغلها، بس هيك بنعمل، ناخذ غرزة من هدول الخطوط. وقت بصيروا 5 ناخد 6 من السلسلة. ببلش بيتشكل معنا المربع.
هلا بدي انهي الشغل تبع المربع الثاني بمنزلقة. ومنبدأ هلأ نشتغل المربع الثالث بنفس الطريقة، 2 3 4 5 6 نبدأ ننزلهم غرستين غرستين من السنارة. منتابع نفس الخطوات، كل المربعات نشتغلهم بنفس الطريقة، ندخل بهاي الغرزة منطلع منها غرزة. ليش احنا بنشتغل الغرزة التونسية؟ لانه غرزة تونسية غرزة قوية ومتينة، وتكمشوها هيك ما بتحسوا فيها فراغات. وكمان نقشتها حلوة. هلا بقيان سطر، مثل ما قلت لكم قد ما بتكون هون بترتفعوا بتكبروا المربع، خاصة إذا تكون تعملوا وسادة مثلا تحتاجوا إنه يكون الارتفاع كبير، أو بطانية. أو شرشف لتخت أو لسرير. هلا بدنا ننهي الشغل، صاروا 6 1 2 3 4 5 6 منزلقة. أهم شي تختاروا الخيط المناسب للسنارة المناسبة، كتير بيسهل الشغل وبيطلع الشغل مرتب. هون قد ما بتكون بتعملوا مثل هدول المربعات. هذا أول جزء من الشغل. هلأ بهذا المكان وبهذا المكان، هون بدي أشتغل مربع وهون بدي أشتغل مربع. نعلق الخيط بالطرف وناخد 1 2 3 4 5. شايفين؟ ناخد 5 غراز ووحدة من هذا الطرف، وبنبدأ ننزل من السنارة غرستين غرستين. طبعا هون احنا لازم نربط الخيط، وكمان هذا المربع بنعمله بنفس الطريقة. ثلاثة واثنين خمسة، ومناخد من هون غرزة، بنرجع منكرر نفس الطريقة. رح كمل للنهاية وارجع لكم لحد هون. آخر
سطر. هلا عملنا 1 2 3 4 5، واللي على السنارة 6، مندخله بهذا الفراغ اللي هون. هلا بنبدأ ننهي الشغل بهذا المربع بمنزلقة. بدنا هلا ننتقل حتى نشتغل هون مربع. واحد، اثنين، ثلاثة، رقم 6. 3 و3 6. هلا بنشتغل بنفس الطريقة وبنبدأ ننزلهم من السنارة. رقم 6 نشتغله هون. هلا انا عم بشتغل هذا القسم. هلا شايفين هذا المربع 1 2 3 4 5 6، خلصنا الأسطر. هلا بدنا ننهي بمنزلقة. لمتابعة العمل هلا بدي اطلع هون بسلسلة من سلسلة غراز لحتى اعمل هون مربع، وبعدين هون، وبعدين هون بدي اعمل مربع لحتى الشغل يعلى، وبعدين كله بصير معكم تكرار. مندخل اللون الزهر وبنرتفع 6 1 2 3 4 5 6، وبنرجع منكرر نفس اللي كنا عم نعمله بالسابق. ورقم 6 مندخله باللون الأبيض ومنعيد نفس الخطوات. كمل انا الشغل بنفس الطريقة وادخل بهدول الغراز، بس اوصل للنهاية رح ارجع لكم. خلصت هذا وبلشت بالمنزلقة 1 2 3 4 5 6، واخر غرزة ندخلها بنفس المكان ومننهي الشغل. هلا شوفوا منيح، بدنا نشتغل مربع هون.
واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. والرقم ستة بناخدها من أول المربع الثاني ومنعيد نفس الخطوات. هلأ تقريبا توضحت لكم الفكرة والطريقة. ما بعد في داعي انكم تعدوا. هلأ بندخل بهذا الفراغ، منعيد نفس الخطوات لحتى نوصل لنهاية هذا المربع. هلأ اشتغلنا هذا المربع وهذا، هلأ بقينا نعمل هون مربع. هلا رح نشتغل هذا القسم بطريقة سهلة. طلعت الغرز من اللون الأبيض وشبكتها هون. هلا نبدأ كمان ننزل الغرز. نتابع الشغل. هلأ صار معنا هون خمسة، بدنا بقيان غرزة ناخدها من هون. عم نبدأ ننزلهم من السنارة. بدنا نشتغل هيك هذا القسم. شوفوا هلا انا وين عم بشتغل هذا القسم او هي القطعه. هلا هذا اخر سطر واللي هو رقم ستة. آخر غرزة بناخدها من هون، شايفين بتبين. وبنبدأ نسلتهم من إبرة الكروشيه. وهلأ بدنا نختمهم بمنزلق أو مشدودة. هيك بنكون خلصنا هذا القسم. لو سمحتوا لا تطلعوا على الخيطان هدول. شوفوا الشكل هذا، منظره من الخلف. كمان الخلف تبعه حلو مرتب. هلا بدنا نشوفها من الامام وننهي الشغل. هذا هو شغل المربعات المتداخله. بترجعوا هون تعملوا مثل هدول تنتين مربعين ابيض، بعدين بنرجع بنعمل ثلاثه، بنزيد من هون وبنشتغل بنفس الطريقه. وقد ما بدكم بتكبروا بتعرضوا، هي هي طريقتها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. وهي بالغرزة التونسية، ممكن تعملوها بالغرزة العادية. وتعملوا لي لايك للفيديو اذا عجبكم، تشتركوا بالقناة، تشاركوا اصحابكم، تدخلوا على المنتدى تشوفوا الاعمال اللي انا عم بنشرها القديمة والجديدة، وتابعوا استطلاع الرأي بداخل الفيديو. واهلا وسهلا فيكم، واي سؤال انا بجاوب عليه مباشرة اكتبوا لي تعليق تحت الفيديو. ويا ريت اللي بيشاهد الفيديو يحط لي كلمة بس تم
وبكون أنا لكم ممنونة، وأهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.